إن شاء الله راح نتكلم عن القولون العصبي. القولون العصبي أحد أمراض القولون التي تكون فيها استجابة الجهاز الهضمي غير طبيعية لأنواع محددة من المأكولات أو المشروبات. وغالبا ما يحدث القولون العصبي عندما يتعرض الشخص لبعض الحالات، يعني بعض الحالات النفسية أو العقلية، فتؤدي إلى تعامل غير طبيعي للجهاز الهضمي وأعراض مثل انتفاخ في البطن، معها كثرة الغازات وآلام متكررة وإسهال وإمساك. والقولون العصبي هو اعتلال وظيفي وليس بمرض يعني عضوي. وإذا كانت يعني عادة تشكو من آلام مؤقتة أو متكررة للجهاز الهضمي، متكررة في البطن، أو يعني تكثر عندك الغازات، أو تجد صعوبة وعدم ارتياح أثناء مثلا خروج البراز أو التقوط، إن كان كذلك فربما يعني تعاني من القولون العصبي، ويجب يعني استشارة الطبيب مباشرة في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.